قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. قصر كاوة ببلدية الولجة بولاية غليزان واحد من أهم المواقع الأثرية بمنطقة الوانشاريسة، والذي يعود تاريخه إلى الحقبة الرومانية، حيث لا يزال محافظا على بعض أنماط بنائه كمدخل القصر وغرفه وغيرها من المعالم. عن الموضوع يحدثنا حمزة زروقي والنجمة بوكرشة. قصر كاوة ببلدية الولجة بدائرة عم موسى واحد من 103 موقع أثري بمنطقة الونشريس الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الرومانية. هذا المعلم الأثري لا زالت أطلاله شاهدة على عراقة المنطقة رغم مرور أكثر من 17 قرن عن تشييده. الأصل تاعو يمكن القول أنه يعود إلى القرن الأول الميلادي كمرتكز من مرتكزات الخط الدفاعي اللي مس الروماني، ثم في فترة القرن الثالث ميلادي انتقل الليمس من المنطقة هذه إلى جنوب جبال الونشاريس، وتحول بذلك أو غيرت وظيفته من وظيفة عسكرية إلى وظيفة مدنية اعتبارها كقصر، لماذا؟ نظرا لكثرة الغرف داخلها إضافة إلى الملحقات الموجودة خارج السور الدفاعي. القصر لا زال محافظا على أنماطه كمدخله وغرفه وغيرها من المعالم التي جعلته قبلة لكل شغوف محب لمعرفة تاريخ هذا القصر العتيق. هذا ما جعله قطبا سياحيا وأثريا ومحجا للعديد من الطلبة والدارسين في التاريخ. هو من الجانب السياحي مزار مهما، حيث يقصده كل تقريبا كل سنة مجموعة من طلبة، خاصة طلبة الجامعة شلف، لقيام بالتطبيق في يخص دروسهم. لكن يبقى التفات الهيئات المعنية والجهات المعنية إلى هذا المعلم ضروريا. قصر كاوة اليوم بحاجة إلى اهتمام في عدة جوانب لحمايته ورد الاعتبار له من خلال مشاريع الترميم والحماية من التخريب، ليكون مستقبلا أحد أهم الأقطاب السياحية بالجزائر للنهوض بالسياحة. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.